السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشوف بعض التجارب كده على موضوع الجاذبية. خلي مثلا أرسم حاجة بالشكل دوت، تمام، وخليني أثبتها، تمام، وعايز أطرح بعض الأشكال. فهبدأ أرسم حاجة مثلا بالشكل دوت، وهقول له ضيف لي دي للشكل دوت، عادي هنلغي ديت، والجزء دوت هنبدأ نحطه هنا مثلا كده، تمام، وهقول له ان ده يتطرح من دوت، وبرضه هاخده كده اهوت، هدوس على شيفت عشان يتحرك بنفس الحركة. ممكن اهوت قط، ونلغي دوت ونلغي ده ونلغي ده ونلغي ده ونلغي ده ونلغي دوت، تمام. وخلينا نرسم كورة كده تبقى يعني ينفع تتحط كده جوه الشكل دوت. عايزين نصغرها، نعمل لها سكيل، طيب. هاجي على الكرة ديت وهشوف من ضمن الخصائص اللي انا عايز اضيفها ان هو مثلا يبقى في تريسر. تريسر ده يعني لما تتحرك يبدأ يدي صورة جنبيها. تقدر تيجي هنا في التريسر تقول له هيقعد قد ايه والديامتر بتاعه قد ايه، تكبره وتصغره زي ما انت عايز. طيب الكرة ديت خلينا نعمل لها موف دلوقتي، هيت، وده هعمل له روتيت بالشكل دوت اهو، تمام. وممكن حتى نبدأ نحط مثلا شكل كده، وممكن ندفع الشكل، او ممكن حتى نعمل لها روتيت زي ما انت عايز يعني. بحيث ان الكرة تقع هنا 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 وبعد كده تنزل على دي وتيجي هنا. طيب دي ممكن مثلا نقول له ضيفها بالشكل اللي موجود، بحيث يبقى ايه حاجة واحدة بس اللي هنتحكم فيها. وممكن نيجي هنا نقول له طيب، وممكن بقى نعمل شكل مثلا مسار معين حاجات تنزل فيها، الكرة بتنزل فيها مثلا مسار، ممكن نختار مثلا زي كرة كده كبيرة، تمام. والكرة ديت هنعمل منها اكتر من نسخة، طيب دي هعمل لها تصغير بالشكل دوت، ودي هعمل لها تصغير بالشكل دوت. تمام دي ممكن اقول له ايه اطرح من الشكل اللي تحتيه، يبقى انا عندي حاجة بالشكل دوت. طيب انا عايز اطرح هنا، فممكن تعمل شكل كده، تعمل حاجة بشكل دوت، تمام. خلينا نعملها بشكل اكبر عشان مش عايزين الكورة تقف اهو، كوبي بيست، واحدة تانية فوق، والاتنين دول كده هقول له ايه كنترول، وهقول له دول اطرحهم لي، قط ديليت، واطرح ده واطرح ده، بحيث لما ننزل الكور تنزل تلف هنا تعمل هنا. طيب دي ممكن نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نضيف لها
تمام، عايزين نقول لها برضو جلوتو باك جراوند، ودي برضو جلوتو باك جراوند. تمام، عايزين نيجي هنا نقول له ضيف لنا كرة هنا، اكبر شوية من الكرة ديت، هيت كوبي بيست، وعايزين واحدة تانية هنا الشكلين دول، هقول له اطرحهم لي، ديليت 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 ديليت. طيب الشكل دوت عايزينه يلف حوالين المحور بتاعه اهو مثلا، ممكن تحط له حاجة زي كده، او ممكن مثلا تيجي هنا تعلم على الشكل دوت، وتيجي تقول له انا عايز عايزين مثلا عايزين نضيف له سنتر او سنتر اكس بالشكل دوت. تمام، او ممكن نضيف له مثلا محرك صغير، او احنا نبدأ نلف واحنا زي ما احنا عايزين. خلينا نعمل تجربة كده نشوف الغلطات اللي موجودة. طيب ده عايزينه يلف، الاكس هو تحط له موتور وادي له السرعة بتاعته. طيب خلي دوت دي خاصة بموضوع السرعة، دراسة السرعة. هاجي هنا على الشكل دوت وادوس هنا كده، واقول له ان انا عايز يبقى لوسن اهوت. طيب الكرة ديت اهي هبدأ احطها هنا كده، كوبي وبيست 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 اكتر من واحدة اهوت، وممكن تغير اللون بتاعهم عشان يبقوا حاجة مميزة. تبدأ تشوف الألوان بتاعتهم. طيب ابدأ حرك. لا ماشي، في حاجة أنا عملتها غلط هنا. طيب هنضيف دي كده. طيب هنقول له شغل، هتبدأ تنزل بالشكل دوت.